السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح تكون حلقتنا مخصصة بنوع من أنواع المخللات يسمونها البيكل شيبس أو قطع الخيار الرفيعة. فهذه النوعية من المخللات جدا سهلة وهواية طيبة، أنصحكم تجربتها. أي نوعية خيار متوفرة عندكم مثل هذا الخشن أو الخيار العادي اللي متوفر، والكمية حسب الرغبة. بالنسبة للبهارات أو النكهة اللي راح أخليها، هنا عندي كزبرة حب مطحونة وملعقة طعام من الكاري، وعندنا ملعقة طعام من الفلفل المجروش الحار. هسه راح أبدي أغسل الخيار وأقطعه. من بعد ما غسلت الخيار، فهنا عندي هذه القطاعة المضلعة أو بالسكين العادية مثل ما تحبون أو متوفر عندكم. هذه تنطي شكل حلو، تقدرون تشتروها من تجهيزات المطبخ بالأسواق، موجودة متوفرة. هذا يكون سمك الحلقات. هنا حضرت هذه العلبة الزجاجية وعقمتها بالمي المغلي وأصبحت جاهزة للكبس. راح أخلي طبعا هذه العلبة تأخذ 5 أكواب، فراح أخلي نصها أو 3/4 خل، وراح أخلي عليها 1/2 لتر من المي المعقم الجاهز هذا المعلب، أو تخلون مي مغلي مبرد بداله إذا ما متوفر عندكم. فكل كوب يحتاج ملعقة طعام من الملح الخشن، ملح البحر يكون أفضل، لأن ما بي يعني يود وما معدل عليه يكون أفضل. ملعقة طعام غير مملوءة طبعا بهذا الشكل مسطحة. دائما يكون قياسكم للعلبة بالنسبة للسوائل يعني نصها تقريبا تصير السوائل، والباقي طبعا من راح تكون كثافة الخضروات. ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة، ملعقة طعام من الكاري، وأيضا خليت ملعقة طعام من الفلفل الخشن المجروش، وراح أبدي أفرغ كل هذه المواد. بالنسبة للوجه، إذا موجود عندكم صحن صغير قزاز أو أي شيء قزاز يرهم على الوجه نغطي به. هسه مثلا عندي هذا مثل الفنجان، راح أبدي أغطي به الخضروات. المفروض ما تبين على الوجه لأن يعفن عندنا الطرشي أو المخلل، فبهذا الشكل نقلب الفنجان على هذا الوجه أو هذا الوجه نفس الشيء، بس المهم يطلع السوائل هي اللي تغطي الخضروات أو الخيار. وبهذا الشكل يكون جاهز. تقريبا أسبوع واحد ما دام الجو حار، من 4 أيام إلى أسبوع يكون جاهز. جدا طيب، أتمنى تجربون هذه الوصفة، وما تنسونا من اشتراككم بالقناة ولايك للفيديو، ويا ريت مشاركته بين الأصدقاء. في أمان الله.